جالي دفعة تانية من شنطة المحالق الإيطالي التحفة دي اللي انتوا شايفينها قدامكم. بصوا الشياكة بتاعتها أصلا عاملة ازاي، عايزة أقولكم إن هي عليها ضمان 25 سنة. بصوا بقى الجمال، معاها كمان الأسطوانة بتاعتها. بصراحة شنطة محترمة محترمة، وكان عليها يعني إقبال مش قادرة أقولكم يعني. فجبتلكم منها تاني برضو الفضي اللي بيد فضي، أهي شايفين الجمال والشياكة تحفة. وأم يد ذهبي برضو جبت لكم منها تاني تحفة يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. ديت 86 قطعة، يعني الشنطة دي 86 قطعة يا جماعة. بصوا الجمال، شياكة، ده الدرج التاني بتاعها خطيرة خطيرة خطيرة. وصل لي دفعة تاني يا جماعة، وطبعا الأسعار زادت 10% زي ما كلنا عارفين زادت. بس رغم كده أنا لسه مستمرة معاكم زي ما أنا قلت لكم في العرض بتاعي لحد يوم 12، معاكم العرض لحد يوم 12 يا جماعة، مستمر بنفس الاسعار اللي انا قلت لكم عليها. بصوا الجمال، خطيره خطيره وشيك جدا جدا، منتهى الشياكه في منتهى الشياكه بجد، حلو قوي قوي. بصوا اصلا المجموعه بتاعتها عامله ازاي، شايفين منظر المعلقه بتاعتها، الخامه بتاعتها كمان يا جماعه ممتازه، والشكل بتاعها ممتاز، حلو قوي قوي. كمان ضمان 25 سنه ومعاه الاسطوانه علشان يوروكي كل شكلها وازاي بتستخدميها والكلام ده كله يعني. بصوا الجمال، تحفه خطيرة 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 في منتهى الشياكة، جميلة جدا جدا. طيب السعر الشنطة ديت اصلا عامل 3150 جنيه، وانا نزلت لكم المرة اللي فاتت سعرها وعملتها لكم ب 2600 جنيه. احمد حب يعلي عليا ماشي ويعمل الواجب كمان، فراح عمل لكم خصم تاني 100 جنيه، اصبح سعرها كام بعد الخصم؟ 2500 جنيه بدل من 3150 جنيه. يعني حاجة في منتهى الشياكة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، معلقة ايطالي محترمة، وفي العرض تاخديها معايا ب 2500 جنيه. وزي ما انا قلتلك العرض ده مستمر لحد يوم 12.